مقطع فيديو داخل طائرة يظهر لحظة إعلان مساعد قائدها عن وفاة الطيار وسط صدمة وحزن المسافرين. الطائرة أقلعت من مطار القاهرة الدولي وكانت متجهة إلى مدينة الطائف في السعودية، لكنها هبطت اضطراريا بمطار جدة بعد وفاة الطيار. لكن ما أثار الجدل هو إعلان مساعد الطيار عن وفاة قائد الطائرة خلال الرحلة، ما أثار ذعر بين الركاب والبعض بدأ بالبكاء. للأسف هذا خبر كثير محزن. الله يرحمه. الله يرحمه أكيد. بس دائما هاي الحوادث نادرة، بس على فكرة صار يعني حادث مثل هذا الحادث بأمريكا قبل فترة، كانت رحلة متجهة من واشنطن لميامي أو من ميامي لواشنطن على ما أعتقد، وتوفى قائد الطائرة وأعلنوا نفس الشيء. يعني صار نفس الشيء تقريبا. يمكن موضوع الإعلان هو مكان جدل، هو الإعلان الموضوع. خلينا نشوف ما حصل. نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.